موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيضا الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار. أما بيان أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار، فإن فرعون أغرق في الماء أولا فعمل فيه الماء بالإغراق، ثم انتقل من الماء إلى النار بدليل قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فهذا عقاب بالماء أولا، أهلكوا بالماء فأغرقوا ثم بعد ذلك فأدخلوا نارا. كذلك عجل السامري أحرق بالنار أولا ثم نقل من النار إلى الماء بدليل قول موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما أنه مع هذه الكلمة فينجو الإنسان ولا يعمل فيه الماء ولا النار، فإن إبراهيم وموسى عليهما السلام كان مع حقيقة هذه الكلمة فلم تعمل النار في إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يعمل الماء في موسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. القصص كثيرة جدا في كيف أن هذه الكلمة قدرة الله عز وجل في أن بعض الناس في الاحتضار يكون أغمي عليه تماما لعدة أيام ثم يفيق فقط ليقولها ثم يموت فورا، وهذه حوادث كثيرة جدا نسمع عنها ونشهدها وهي معروفة. Mm-hmm.